تواصل وزارة الداخلية مجابهاتها الحاسمة والشاملة لتجار وحائز المواد المخدرة لتجفيف منابع المخدرات والحد من انتشارها، بخاصة المخدرات التخليقية، من خلال رصد محاولات التصنيع والترويج وإحباطها وضبط القائمين عليها. الآيس مخدر في منتهى الخطورة، تأثيره بالغ الخطورة على المتعاطي، بيؤدي إلى الإدمان وبيؤدي ساعات إلى الوفاة، لأنه بيتعمل في معامل كيماوية بنسب مش مظبوطة، فممكن النسب دي تعمل تسمم يؤدي إلى توقف عضلة القلب ثم الوفاة مباشرة. المعلومات أفادت قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 5 أشخاص، منهم 2 يحملان جنسية إحدى الدول العربية، بالاتجار بمخدر الآيس وإعداد مصنع لتجهيز هذا المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة. تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أكدت صحة المعلومات الواردة، وأشارت إلى اتخاذهم مدينة أكتوبر بالجيزة مسرحا لهذا النشاط الإجرامي، بل وقيامهم بترويج كميات كبيرة من هذا المخدر على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية. وفي ضوء هذه التحريات وما أثمرت عنه عمليات الرصد والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وأمن الجيزة، نجحت الإدارة في ضبط عناصر التشكيل، بعضهم كان بمصنع لتجهيز المخدر. كما تم ضبط كمية من مخدر الآيس تقدر بنحو 73 كيلوغرام، وكميات من الكيماويات والمستحضرات الطبية والسلائف المستخدمة في تصنيع الآيس وثلاث طبنجات وطلقات نارية ونحو 153,000 جنيه، وضبط الأواني والأدوات المستخدمة في التصنيع وثلاث سيارات. وأقروا جميعا بنشاطهم الإجرامي في الاتجار وإنتاج مخدر الآيس باستخدام الأدوات والمواد الكيميائية المضبوطة. بيعمل اضطرابات نفسية لدى المتعاطي، بيخلي المتعاطي يجيله ذهان ويجيله نسيان، بيحطه تحت ضغط نفسي كتير جدا، بيخليه عنيف وسلوكه عنيف وسط المجتمع. وبإجراء مزيد من التحريات وتطوير المناقشات، فقد توصلت الإدارة إلى قيام عناصر التشكيل المقبوض عليهم بإعداد وتجهيز معمل آخر بالإسكندرية لتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من مخدر الآيس أيضا داخل فيلا بمنطقة البيطاش، وباستهدافها وتفتيشها عثر على 22 كيلوغرام من مخدر الآيس وطبنجة وطلقات نارية وأكثر من 1,000,000 جنيه، وكميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية والأدوات والأواني المستخدمة في عمليات التصنيع، ليبلغ إجمالي ما تم ضبطه بحوزة عناصر التشكيل أكثر من 94 كيلوغرام من مخدر الآيس، في حين تقدر القيمة المالية للمضبوطات ب200,000,000 جنيه. تلك الضربة كان لها أكبر الأثر في وأد محاولة التصنيع هذه في مهدها، ودرءاً لشرورها وأثارها السلبية الضارة على المجتمع المصري الذي يتطلع إلى البناء والتنمية بسواعد شبابه المخلص الفتي.